أن الرجل لو طلق امرأته دون شهود أو دون توثيق للطلاق يعد الطلاق كأن لم يكن، وأن الطلاق لا يقع إلا بالإشهاد، كما مدى صحة ذلك؟ نجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فالطلاق من الأمور الحاسمة التي تنتهي بها الحياة الزوجية عند تعذر العشرة، وذلك لقوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وقال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وجعل الشرع الطلاق بيد الرجل حتى يحاسب على تجاوزه لما أعطاه الخالق له من روية وتعقل وبعد عن اندفاع العاطفة. فقال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فخطاب الطلاق للرجال، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وفي حديث آخر: الطلاق للرجال والعدة للنساء. وعليه فاتفاق الفقهاء على أن الطلاق يقع بمجرد التلفظ به إن كان اللفظ صريحا، ومن لحظة تفسير معنى اللفظ وقصد الطلاق إن كان كناية، وبمجرد النطق بالطلاق من القاضي، لأن هناك فارق كبير بين وقوع الطلاق وما يترتب عليه من آثار، وبين إثبات الطلاق للاحتجاج به أمام الكافة لكي يعلموا به. فالوقوع يكون من لحظة التلفظ بالطلاق، بل حتى من لحظة الكتابة المستبينة الواضحة، كأن كتب على ورقة بخط واضح: زوجتي فلانة طالق، وبالإشارة الواضحة المفهومة من العاجز عن النطق. وتبدأ عدة المرأة من هذه اللحظة حتى لو لم تعلم بالطلاق إن كانت غائبة، فتحتسب العدة من لحظة الوقوع إلى من لحظة العلم، وهو أمر لصالح المرأة حتى لا تطول عليها العدة. أما ما يثار من أن بعض الرجال قد ينكرون الطلاق، وقد تكون الطلقة هي الثالثة ولا يوجد من يشهد على هذا الطلاق، فتحار المرأة لأنها لا تستطيع إثبات الطلاق ولا تريد العيش في مريدة وقد طلقت من زوجها. نقول: الشريعة الإسلامية لا تعارض إثبات الطلاق بالشهادة، وهي مندوبة عند جمهور الفقهاء حفظا للحقوق من ميراث وغيره. وذهب الظاهرية والإمامية إلى وجوب الإشهاد على الطلاق مستندين لقول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فقالوا: الأمر للوجوب، وهو يعود للطلاق والرجعة. ورد الجمهور القائلين بعدم وجوب الإشهاد لأن الأمر هنا بالند والإرشاد، كالأمر في الشهادة على البيع وعلى كتابة الدين في آية المداينة، وأن الطلاق يقع دون إشهاد. أما الإثبات فهو يخص القضاء عند النزاع، وعلى القاضي تطبيق قواعد الإثبات، ومنها القاعدة الشهيرة المعمول بها فقها وقانونا: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فلو امتنع الرجل عن اليمين فالطلاق واقع، ولو حلف فحسابه على الله وتبقى الزوجية على أصلها، ولا صحة ولا مجال لترك ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بإثارة الفتنة بالقول بعدم وقوع الطلاق غير المثبت في وثيقة، استقرارا للأحكام الشرعية وللحياة الأسرية. هذا وبالله التوفيق.